اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اهم واخر اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنناقش احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه، هي هنخصصها النهارده طبعا للحديث عن تنميه الساحل الشمالي في ضوء المشروع الاستثماري الضخم العملاق اللي تم الاعلان عنه في الايام الاخيره ما بين الدوله والقطاع الخاص ساوث ميد، وازاي بيضيف أيضا للمشروع اللي كان في الفترة الأخيرة تم الإعلان عنه أيضا تنمية رأس الحكمة. هيكون ضيفنا في الاستوديو أستاذ محمد حسن، رئيس أو عضو بغرفة المنشآت الفندقية بمطروح والإسكندرية وعضو جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية. لكن كالمعتاد بنبدأ معاكم بفقرة الأخبار، وأولا العناوين. للعام الثاني على التوالي مهرجان العلمين 2024 ينطلق الخميس المقبل بأكثر من 50 فعالية متنوعة. أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بإيرادات 6 مليارات و600 مليون دولار. هيئة السياحة السويسرية تعلن أنها تحاول الحد من أعداد الزائرين على مدار العام لحماية البلاد من مخاطر السياحة المفرطة. العناوين للتفاصيل والمزيد من الأخبار بنتكلم في البداية عن مهرجان العلمين. للعام الثاني على التوالي بينطلق الخميس المقبل فعاليات مهرجان العلمين اللي بيستمر لستة أسابيع. بيضم برنامج الفعاليات هذا العام أكثر من 50 فعالية متنوعة بتقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات. بيضم برنامج المهرجان هذا العام أيضا مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية والتي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات، وسيتم تخصيص فعاليات مميزة للطفل ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، كما ستشهد تقديم عروض عرائس الليلة الكبيرة والأراجوز وخيال الظل إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة الصوت الذهبي وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن المهرجان في دورته الثانية. معانا دلوقتي هاتفيا أستاذ هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. أستاذ هشام أهلا بحضرتك معانا في المجلة السياحية، وحابين نتعرف من حضرتك على تفاصيل المهرجان في نسخته الثانية وأهمية وجود مهرجان زي كده في منطقة الساحل الشمالي منطقة العلمين. أهلا بحضرتك أستاذ علاء، وأهلا بالسادة المشاهدين وكل سنة وأنتم طيبين. طبعا السياحة من أهم أنواع السياحة هي السياحة الترفيهية أو سياحة المهرجانات، والحمد لله منطقة الساحل الشمالي عشان الجو فيها ممتاز والدولة عملت فيها شغل قوي بنحس البنية التحتية اللي موجودة، فكان التوجه من السنة اللي فاتت إن يكون مهرجان، وهو المهرجان الأول من نوعه اللي بيقعد حوالي 45 يوم، بيبتدي من 13/7 بيخلص يوم 31/30/8، وطبعا ده مهرجان رياضي ثقافي فني، يعني في مجموعة من الفنانين، يعتبر 9 ميجا إيفنت، الـ9 ميجا إيفنت كل يوم جمعة بيكون فيه فنان كبير، يعني من محمد منير، عمرو دياب، تامر حسني، أحمد سعد، ويجز، الفرق بقى الكبيرة زي كايروكي، في فنانين زي داني حداد، يعني فنانين مصريين وفنانين من الخليج أو من الدول العربية. مع وجود أحداث رياضية زي بطولة بدل، سباق للعربيات، وهيكون السباق السنة دي هيكون مختلف لأنه هيدخل جينيس ريكورد، إنه هيكون أكبر فيه عدد متسابقين في العالم، وتم التواصل إنه يكون يدخل جينيس ريكورد. وطبعا هيكون في العاب على الشاطئ، وفي سباق لليخوت، وفي سباق للخيل، وفي كره طايره، ويعني مجموعه فرق هتيجي من كل دول العالم موجوده. فطبعا كل دوله بيجي المشجعين بتوعها، فالمشجعين بتوعها دول طبعا يعتبروا سائحين، غير ان بييجوا يحضروا بيكونوا يعني انا شايف ان ده حدث مهم جدا. السنه اللي فاتت بسبب مهرجان العالم عالمين يمكن زاد حوالي 20% من عدد السياحه اللي موجوده في الساحل الشمالي،
موجودين من الخليج، والسنه دي الحمد لله متوقع برضو ان يزيد العدد لاكثر من 20% من ذوي الانفاق الاعلى، وده اللي احنا بنستهدفه، لان السائح مش هيجي يقعد في فندق بس، السائح يا فندم بيجي يقعد في فندق وطبعا يهمه الانترتينمنت اللي حواليه، يعني اهم حاجه هيروح فين، والحمد لله الساحل الشمالي بقى على اعلى مستوى ممكن ينافس ديستنيشن كبيره في العالم، لان دول العالم دلوقتي يا فندم ما بتنافسش كدوله، بتنافس كديستنيشن كمنطقه. فلما يكون عندها منطقه زي منطقه العالمين بما فيها من ابراج، بما فيها من شواطئ، بما فيها من رمله ساند بيتش من اجمل شواطئ العالم، من اجمل الجو اللي موجود في المنطقه المحيطه بينا كلها، يعني لو قارنا الجو في مصر بالدول العربيه هنلاقي ان الحمد لله الجو عندنا الحمد لله الجو معتدل تقريبا طول السنه يعني. طيب استاذ هشام، خلينا نتكلم كمان عن المشاركه من المنشات الفندقيه المختلفه في هذه المدينه، وكمان الشرائح المستهدفه من هذا المهرجان، السائحين او الزائرين الاجانب طوال فتره المهرجان، يعني قد ايه نسبه المشاركه من المنشات الفندقيه في المدينه، وبنستهدف اي نوع من انواع السائح من خلال هذا المهرجان الترفيهي؟ الحمد لله احنا بالنسبه للفتره اللي فاتت دي يمكن زاد عدد الغرف الفندقيه اللي موجوده في الساحل، يعني السنه اللي فاتت يمكن حوالي 5 فنادق كبار، والسنه دي الحمد لله برضو حوالي 5 فنادق برضو زادوا، كل فندق طبعا لما يكون فيه حوالي من 500 ل 1000 غرفه فانت بتستهدفي شريحه كبيره جدا، زائد عدد الشقق الفندقيه، الغرف الفندقيه اللي موجوده، لان حسب سياده طبعا حسب توجهات القياده السياسيه ان مصر نوصل في 2030 ان احنا يكون عندنا 30 مليون سائح، يعني حضرتك محتاجه عدد بغرف فندقيه. السنه اللي فاتت كانت مصر زادت فيها الغرف الفندقيه حوالي 20%، حوالي 20,000 غرفه فندقيه، والسنه دي ان شاء الله المتوقع يزيد حوالي 15,000 غرفه فندقيه، في جزء منهم في العالمين وجزء منهم في منطقه الساحل الشمالي. اللي انا بتمناه طبعا ان احنا الساحل الشمالي نشتغل طول السنه، يعني ما يبقاش مجرد 3 شهور ونص، وده اللي يعني اتمناه يحصل في الفتره دي. الجديد في مهرجان العالم العالمين السنه دي ان الاول مره يدخل مسرحيات، يعني عندنا مسرحيات كتيرة جدا هتم عرضها ان شاء الله في مهرجان العالم العالمين، ودي كانت خطوة برضو مهمة جدا ان في مسرح اقام كبير جدا هيكون فيه مجموعة مسرحيات لمجموعة فنانين كبار ومشاهير، ودي كده بتستهدفي السياحة العائلية، وده مهم جدا ان انت يبقى عندك اكوا، عندنا ملاهي مائية كتيرة جدا حوالي يمكن 3 أو 4 اتفتحوا، ملاعب للبدل، ملاعب للكورة، ملاعب للتراك للعربيات، انت بتستهدفي كل الشرائح، لان لما نيجي نتكلم على اللي جاي المهرجان مش مجرد شباب، الشباب ليهم حفلاتهم، اللي كان عندنا حفله الاسبوع اللي فات يمكن كان فيها فوق 6,000 واحد، يعني فئات وشرائح متنوعه بتستهدفها الفعاليات المختلفه لهذا المهرجان اللي بيستمر ان شاء الله تقريبا فتره الصيف كلها. استاذ هشام ادريس عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اشكر بعد كده استاذ هشام. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، دلوقتي بنرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ محمد حسن، عضو غرفه المنشات الفندقيه بمطروح والاسكندريه، وايضا عضو جمعيه الحفاظ على السياحه الثقافيه. اهلا بحضرتك معانا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. قبل ما نتكلم طبعا عن موضوع الحلقه النهارده الرئيسي ومنطقه الساحل الشمالي والتنميه السياحيه اللي بتحصل لها، بنستعرض مجموعه من الاخبار زي ما حضرتك تابعته. ابتدينا بمهرجان العالمين وبنروح لخبر اخر ايضا، يعني بيتكلم عن اعداد السائحين في الاشهر الماضيه. اكدت وزاره السياحه والاثار ارتفاع اجمالي اعداد السائحين الوافدين الى مصر خلال الفتره من يناير وحتى يونيو 2024، ليصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7,069,000 سائح، ما انعكس أيضا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة، محققة بذلك مبلغ 6,600,000,000 دولار. وحقق حجم الحركة السياحية اللي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7,069,000 سائح، وشهدت أيضا أعداد الليالي السياحية نمو خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70,200,000 ليلة سياحية. ف
طيب استاذ محمد، يعني بنتكلم الحقيقه انه في ارتفاع وزياده في عدد السائحين وعدد الليالي السياحيه ايضا، حضرتك شايف ده ازاي على ارض الواقع، ويعني ازاي بيبشر ان شاء الله بمواسم سياحيه مقبله فيها المزيد من الحركه الوافده؟ هو الحقيقه السنه دي ان شاء الله الموسم هيكون مبشر جدا 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 لعده اسباب. اول سبب ان الخدمات المتاحه زادت، الغرف والطاقه الاستيعابيه زادت، والحاجه الاهم ان في اسواق جديده اتفتحت للساحل الشمالي، ما بقاش الاعتماد فقط على السوق الايطالي وان كان هو بياتي في المقام الاول من حيث الاعداد وطول مده الرحلات. السنه دي الموسم ابتدى في الساحل الشمالي بمطار مرسى مطروح من يوم 22/5 لحد امبارح 97 رحله طيران عارض وصلت لمرسى مطروح مش من ايطاليا، يمكن من ايطاليا في يوم مثلا من الايام بيجي لشركه واحده بس 7 رحلات يوم الثلاث، والاول مره مطار مرسى مطروح بيشتغل 6 ايام في الاسبوع، هو اليوم الوحيد ما فيش فيه وصول بيبقى يوم الجمعه. الجديد ان في جنسيات تشيكي، سلافي، صربي، بولندي، والسنه والشهر ده ان شاء الله هيبتدي كمان الروسي. مطار العلمين وصلت لحد دلوقتي 11 رحله، وده الشيء الجديد ان العلمين دخلت كمان في المنظومه بتاعه السياحه الخارجيه مش السياحه الداخليه او السياحه الترفيهيه. والجديد كمان ان لاول مره اتفتح خط طيران ما بين الرياض والعلمين رحلتين في الاسبوع، فده هيزود كمان السياحه الخليجيه. فالسنه دي الموسم هيكون واعد، وكمان البيلاروسي من بيلاروسيا كمان فتحوا على العلمين، فابتدى مطار العلمين واحده واحده ابتدى يخش يزاحم كمان مطار مرسى مطروح، وده بياتي في المقام الاول لان في بنيه، في منشات موجوده جاهزه لاستيعاب هذا النوع من السياحه. هنتكلم عن ده كمان بالتفصيل لما نبتدي موضوعنا الاساسي وتنميه الساحل الشمالي والمشروعات الحقيقه العملاقه اللي بتقام في هذه المنطقه وتم الاعلان عنها مؤخرا. لكن مجموعه اخرى من الاخبار، اكد وزير السياحه ان الوزاره ستعمل في الفتره المقبله على زياده الطاقه الفندقيه والسائحين واستقطابهم والإنفاق السياحي بصفة عامة وافتتاح المتحف الكبير واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد جدا وزيادة رحلات الطيران. وأشار فتحي بعد أداء اليمين الدستورية بقصر الاتحادية إلى أن ملف الرقمنة مهم جدا، والوزارة يعني قامت بخطوات جديدة جيدة جدا في هذا الموضوع وسوف يستمر فيه، بالإضافة إلى أنه سيتم زيادة الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي وبأشكالها المختلفة لتكون أكثر تأثيرا من الوضع الحالي. أما وزير الطيران فأكد سامح الحفني وزير الطيران المدني على دعمه الكامل للعاملين في مختلف مواقع العمل بالوزارة، لافتا إلى أن العنصر البشري هو حجر الأساس داخل منظومة العمل لدوره الفعال في نهضة وتقدم قطاع الطيران المدني. جاءت تصريحات الوزير بعد أداء اليمين الدستورية، وفي سياق آخر أكد الحفني على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي وتحقيق مزيد من النمو والتطوير في كافة أنشطة قطاع الطيران. مرة تانية بنرجع لضيفنا في الاستوديو استاذ محمد حسن. استاذ محمد، يعني الحقيقة الحقيبتين الوزاريتين متعلقين بقطاع السياحة، وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني، حصل فيهم في الحكومة الجديدة تغيير. أهم الملفات المطروحة أمام يعني هاتين الوزارتين فيما يتعلق بقطاع السياحة بشكل عام من وجهة نظر حضرتك؟ المفروض احنا دلوقتي في منطقة جديدة واعدة ولازم نستغل الزخم والدعاية الكبيرة المعمولة بره وفي دول الخليج للساحل الشمالي عشان نوصل لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي، ودي منطقة بكر، ودايما الاوروبيين بالذات الطلاينة بيبقى ما في ديستنيشن جديد بتبقى موضة، وقربه من كمان من الساحل الشمالي البحر المتوسط بيخلي تكلفة الرحلة كمان مش عالية. التنمية المستدامة ان احنا نخلي الموسم بدل ما هو 2.5 3 شهور لازم الموسم يمتد على الاقل 6 شهور.
ده هيجي ان احنا نعمل عمليه ربط ما بين البرامج، الباكج اللي بيتباع للسائح اللي بيجي يقعد اسبوع في المنتجع، ومنطقه الظهير الصحراوي، بقصد سيوة، بقصد البحريه، بقصد وادي الجديد اللي بيها بنوصل للاقصر. من هنا لو اتفتحت الرحلات ما بين سيوة والواحات البحريه، القوات المسلحه فاتحه وبتدينا التصاريح. هو بس بتمنى من معالي وزير الداخليه سياده اللواء توفيق انه يساعدنا ان الطريق يتفتح. اذا كان على التامين بتاع الرحلات، الشركات كلها بتاعه السياحه الصحراويه، وهم 35 شركه كانوا، دلوقتي العدد طبعا قل جدا، جاهزه ان هي تتكفل بتوفير وسيله الانتقال لفرد التامين ويرجعه كمان للمنطقه اللي هو اتحرك منها. الشريان ده بيحيي السياحه بتاعه الصحراء بطريقه ملحوظه. احنا كنا لحد 2010 الموسم ما كانش بيقف، اجانب جنسيات مختلفة، إيطالي، فرنسي، ألماني. النهاردة لأن الطريق طبعا لظروف معينة هنستكمل الكلام ده أستاذ محمد يعني في وقفتنا الحوارية بالفعل، نتكلم بالتفصيل عن منطقة الساحل الشمالي بما فيها المدن الجديدة والمشاريع الجديدة، وأيضا مدينة مطروح، مدينة الإسكندرية، الساحل الشمالي بشكل عام. لكن يعني ناخد الخبر الأخير معانا في جولة أخبارنا، هي خبر عالمي، بنتكلم عن سويسرا، ويمكن غريب شوية. أعلنت هيئة السياحة السويسرية أنها تحاول الحد من أعداد الزائرين على مدار العام لحماية البلاد من مخاطر السياحة المفرطة، وبتقول الهيئة أنها ستسعى إلى تشجيع الزيارات خارج مواسم الذروة والترويج لوجهات جديدة لا تستقطب أعداد كبيرة من الزائرين. وبترغب هيئة السياحة السويسرية في أن تكون سباقة في حماية القطاع الذي يضر 48 مليار دولار سنويا و 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. نتكلم عن الحقيقة في حلقتنا النهاردة بالأساس عن تنمية الساحل الشمالي وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية لهذه المنطقة وزيادة الحركة السياحية الوافدة من خلال عدد من المشروعات العملاقة اللي تم الإعلان عنها مؤخرا. يعني من بضعة أشهر كنا بنتكلم عن مشروع رأس الحكمة، مشروع سياحي ترفيهي بمستويات عالمية بالتعاون طبعا مع مستثمر أجنبي، بنتكلم عن مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل أيام قليلة تم الإعلان عن مشروع آخر لا يقل أهمية في نفس المنطقة الساحل الشمالي، وهو مشروع ساوث ميد بالتعاون ما بين الدولة والقطاع الخاص. أحد المستثمرين المصريين، مجموعة يعني طبعا أحد المستثمرين المصريين هشام طلعت مصطفى، اللي أعلن عن مشروع ضخم هيوفر العديد من الغرف الفندقية للسائحين، وهيوفر أنماط سياحية متعددة اعتمادا على المقومات اللي بتتمتع بها هذه المنطقة السياحية، يعني من جمال وروعة بتؤهلها كمان، وطقس معتدل الحقيقة بدرجة كبيرة بتؤهلها أنها تكون جاذبة للزائرين معظم أشهر العام. بنتكلم عن تسعة أشهر أو 10 أشهر من العام على الأقل. خلينا نتكلم عن مقومات هذه المنطقة، ما تتمتع به، دور هذه المشروعات في جذب المزيد من الزائرين، وأيضا التحديات التي ما زالت أمامها لمزيد من التنشيط السياحي في الفترة القادمة. على طول بنروح لضيفنا في الاستوديو مرة تانية أستاذ محمد حسن. أستاذ محمد أهلا بحضرتك مرة تانية، وخلينا في البداية نتكلم عن المقومات السياحية اللي بتتمتع بها منطقة الساحل الشمالي بكل النقاط، سواء اللي بتضاف حاليا والحديثة أو النقاط المعروفة في منطقة الساحل الشمالي. هو الساحل الشمالي كمقصد بيأتي في المقام الأول تحت مسمى السياحة الشاطئية، وطبعا منطقة الساحل الغربي البحر كلنا عارفينه وعامل ازاي، الناس يعني بيجي لها حالة من الذهول، الجمال وكل الكلام اللي احنا عارفينه دوت. ولكن قرب هذه المنطقة من مزارات بيساعد الشركات على انها تنظم رحلات. يعني بمعنى اخر، لو واحد قادر يشتري رحلة للساحل الشمالي وعايز يزور المتحف المصري، بتتنظم رحلة وبيجي يزور القاهرة اوفر داي وبيرجع، بيجي واحد سيوة بيرجع، بيروح اسكندرية وبيرجع، فهي بتبقى نقطة انطلاق. اللي عايز استرخاء بيقعد في المنتجع المدة اللي هو حجزها، اللي عايز يحط شوية من السياحة الثقافية فعنده الإمكانية انه يتحرك من خلال الشركة اللي هي بتنظم الرحلات، فبيروح ويزور مصر ويشوف حاجات كتيرة جدا متاحة ليه في حوالين
الساحل نفسه. وطبعا هو في المقام الاول انا متحيز لسيوة. سيوة يمكن هي انجح رحلة بتتعمل من الساحل الشمالي، بالذات مع الطليان لانها مرتبطة بيهم عاطفيا، لان جزء من تاريخهم الحديث موجود في واحد سيوة من ساعة الحرب العالمية الثانية، وزي كلمة العالمين يعني والكلام اللي احنا عارفينه ده. وطبعا لما يتفتح المتحف الكبير انا بتهيألي ما فيش حد هيجي الساحل الشمالي مش هيشتري الرحلة ويجي يزور المتحف الكبير. طيب أستاذ محمد، يعني المشروعات اللي تم الإعلان عنها مؤخرا في منطقة الساحل الشمالي، سواء بنتكلم عن رأس الحكمة أو ساوث ميد، إزاي الإعلان عن مشروعات كبيرة بهذا الحجم يكون ليه دور في الترويج السياحي للمنطقة بشكل عام؟ النوع دون من السياحة هو بيتارجت شريحة معينة، ستاندر معين. احنا بنتكلم النهارده هيبقى فيه الفور سيزن، هيبقى فيه فنادق على مستوى ادريس، الحاجات اللي موجوده في المنتجعات التانية دي مش هتجيب السياحه الاوروبيه بالاعداد اللي احنا عايزينها، ولكن ليها السياحه الخليجيه، السياحه العربيه، ودي شريحه تانية خالص. طبعا ليها دور مهم في انها النهارده الاشغال لما بيجي من الدول العربيه الدول الخليجيه فهو برضه مصدر للدخل بالعمله. احنا النهارده بنتكلم على السياحه اللي هي بالاعداد اللي بتيجي عند حضرتك، بتاخد المنشاه من اول الموسم لاخر الموسم فبتبقى قافلاها. النهارده لو الساحل متاح فيه منتجعات منشات حتى لو 4 نجوم مفيش غرفه هتبقى فاضيه طول موسم الصيف. حتى الفنادق والمنتجعات اللي كانت بتدي جزء للمصريين النهارده من كترة الطلب عليها من السوق الأوروبي خلاص هي بقت مفولة. السنة اللي فاتت وصلنا في مرسى مطروح إن الموسم امتد لحد 15/10، ودي أول مرة كانت تحصل. في العادة كان بينتهي في شهر 9. إحنا البداية يمكن كانت متأخرة 22/5، المفروض الساحل يبتدي من بعد يوم 29/3 اللي هي آخر نوة بتيجي في الساعة اسمها نوة العوة، ونبتدي نستغل الإيسر وتشتغل الرحلات دي. الرحلات دي هتشتغل لما النهاردة التور الأوبريتور الأوروبي يرجع الدعم للطيران العارض، بيشجعه ان هو يفتح الطيارات، ولو حصل عنده شورت في التسويق لعدد كراسي معينه الوزاره، الناس اللي شغالين في القطاع عارفين الكلام ده كويس، بتعوضه. فالنهارده بيفتح وبيشغل الموسم بدري، وبالتالي العماله بدل ما تشتغل شهرين ونص ثلاثه هتشتغل 6 شهور، والموسم يمتد. يعني احنا النهارده سيوة مشتى في الغالب، يعني مشتى في الصيف بتخش في بند السياحه الصحيه، ولكن هي معبر. يعني حتى في الشتاء لو الناس جت على فنادق الساحل بدل ما تقفل خالص يتفتح جزء منها وتتعمل برامج تبتدي في الساحل عشان المطارات موجودة وفيها الجوازات وفيها الخدمات كلها، وتطلع الرحلة هو خد الفترة بتاعته في الساحل ويطلع سيوة الوادي الجديد الأقصر. الحاجة الثانية الموسم يمتد في الساحل، حتى لو اتعملت برامج والناس الفنيين والتور اوبريتور عارفين الكلام دون كويس، الأسبوع يتقسم 3 و4 بحيث يبقى في تبادل ما بين سيوة وما بين الساحل. ده وانا جربتها ونجحت جدا على فكره في السوق الطلياني. فهتلاقي حضرتك حتى لو في الجو سائع شويه بينزل سيوة وقاعد في جو ربيعي، بيقعد 4 ليالي بيشوف حاجات هو بيتمنى انه يشوفها، طبيعه مش موجوده غير في واحد سيوة. فالموسم كان بيمتد معانا. حاجه ثانيه السياحه بتاعت الناس اللي هي المسنين في اوروبا اللي هي اللونج ستاي، هم ما بيفرقش بينهم قوي، ما بيفرقش معاهم قوي الجو والبحر، لان ناس كبيره في السن، وفي الغالب الشركات الاوروبيه دي بتدعمها شركات التامين هناك، فبيحجزوا بيجوا اقل حاجه 15 يوم شهر، يبقى الفنادق بتاعت الساحل بدل ما بتقفل مفتوحه. عايزه جهد من الناس اللي هي عندها القدره على انها تسوق هذا النوع من السياحه، ودعم من الوزاره. بنأمل مع معالي الوزير الجديد، وبشكر طبعا الاستاذ احمد عيسى على كل المجهود اللي عمله، فالرجل فاضل ومحترم جدا. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، يعني الراجل كان راجل عمل على قدر المستطاع. اكيد كل تغيير بياتي ليستكمل معالي الوزير على ما تم قبله. حضرتك بقى يا استاذه هلا حاجتين، فكر تور اوبريتور يدعم من الوزاره، وفكر مباشر من الوزاره. سياده المحافظ سياده اللواء خالد شعيب اجتهد معانا جدا وعمل لقاءات مع وزير الطيران، عشان المنطقه دي تشتغل محتاجه مطار سيوه تخش على الخريطه بتاعه الطيران الداخلي. مش هقول اسامي الشركات، في شركات وطنيه، وفي تعليمات من القياده السياسيه من سياده الرئيس ان يتم تدبير رحلات منخفضه التكاليف لتنشيط السياحه الداخليه. عشان سيوه تشتغل
انا ما بسال بيقولوا لي في كم مليون، كم مليون؟ احنا في سيوه 35,000 نسمه، احنا ما بنتكلمش على عدد سكان المكان، بنتكلم على الكم اللي ممكن يجي. معالي رئيس مجلس الوزراء جه سيوه، ده على مقاومات المكان، وهي الحقيقه مقاومات هائله يعني. معالي رئيس مجلس الوزراء جه سيوه وشاف وانبهر بالامكانيات الموجوده وقال يا ريت يوصلوا مليون. احنا هنوصل لاعداد معقوله، سيوه مش هيتم تدميرها ولا تخريبها عشان الاعداد، الكلام ده مش حقيقي. احنا الطاقه الاستيعابيه للفنادق المقاومه 300 غرفه اول عن اخر، ولكن الناس اللي بتيجي تقعد 11 ساعه في الاتوبيس هنحطهم ساعه وربع في الطياره وهيدفعوا، وبالتالي الاعداد ما ناخدش باعداد المدينه، ناخد باعداد اللي ممكن تيجي. عشان تنجح الطيارات دي وما توقفش بعد اسبوع، اقتصاديات التشغيل لما بنسال دايما نبتدي زي ما ابتدينا في الثمانينات مع الوادي الجديد، نخليها تعمل دبل تاتش يعني القاهره سيوه الاقصر. الاقصر بايعه بايعه. احنا كنا بنعمل ايه حضرتك؟ انا كنت تور جايد، كنا بنطلع من القاهره الوادي الاقصر، الاقصر وانا حافظ حتى الايام، وشرم الشيخ ابتدينا كده، الأقصر شرم القاهرة. يعني مزيد من رحلات الطيران تكون برنامج بشكل متكامل، انه مش بس سيوة، وطبعا حضرتك بتركز على سيوة لانه اكيد لها يعني اهمية خاصة بعد محافظة مطروح. طبعا هي مقصد سياحي زي ما حضرتك قلت مميز جدا، والحقيقة ليه عشاقه سواء مصريين او من خارج مصر. لكن خلينا اتصالا ب يعني هذه المشروعات الضخمة اللي بنتحدث عنها في منطقة الساحل الشمالي مؤخرا، نوضح ازاي هذه المشروعات ايضا هتخدم النقاط الاخرى في الساحل الشمالي، وصولا في النهايه الى حتى واحد سيوة نفسها. يعني التوسع في عدد المنشآت الفندقيه في هذه المشروعات ازاي هيساعد انه ايضا يكون في مزيد من التنميه السياحيه والجذب السياحي لحتى يعني اخر نقطه وهي واحد سيوة. طبعا مشروعات بهذا الحجم اول حاجه لازم نفكر في حجم الشركات اللي هتشتغل في المشروعات دي. احنا بنتكلم في نطاق المعمار، بنتكلم في 100 صناعة بتخش في المشروعات دي. كم العمالة اللي هتشتغل مش بس فترة الانشاءات ولكن في التشغيل. من هنا انا كنت بقول التشغيل نفسي الموسم يبقى اكبر شوية عشان ما نجيش بعد 3 شهور ونريح الناس، عشان يبقى فيها تنمية مستدامة زي ما حصل في العالمين، في جامعات، في مدارس، في خدمات، في مستشفيات، القطاع الطبي. هنا لازم وزارة الصحة، يعني العالمين مدينة ما شاء الله على أحدث الطراز، محتاجين مستشفيات طبعا على مستوى عالي جدا يلائم هذا التطور. الأعداد اللي موجودة هو تركيز صوره من مستشفى العالمين ورفع كفائتها عشان نشتغل كمان السياحة الصحية. السياحة الصحية ما بتيجي من دول الخليج الناس تتعالج في مصر، ما بيجيش فرد يتعالج، بيجي فرد ومعاه المرافقين. صحيح. وبتبقى الإقامة مش ليلتين ولا أسبوع، ده بيقعدوا مدة طويلة. صحيح. فالنهاردة ما يبقى عندنا البنية التحتية عشان نشتغل على بند السياحة العلاجية. بند السياحة العلاجية جملة ما ينفق من دول الشرق الأوسط الخليج 28 مليار دولار. احنا نخش وناخد شريحة من هذا النوع من السياحة، وبالتالي تشتغل المنشآت اللي موجودة دي سواء غرف فندقية أو شقق فندقية في الفترة اللي هي بعد موسم الصيف. طيب استاذ محمد، يعني في تحديات ما زالت الحقيقه بيحصل شغل كتير على الارض لمزيد من التنميه السياحيه لهذه المنطقه بالكامل، منطقه الساحل الشمالي، وشايفين الحقيقه طريق جديد، في طريق ممتد، طريق واسع زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم قبل ما نبتدي حوارنا، 6 حارات. الحقيقه طريق بالفعل سهل كتير الحركه الى هذه المناطق، لكن ما زال امام واحد سيوة يمكن تحديدا بعض التحديات اللي حضرتك حابب انه يتم الاهتمام بها في الفتره القادمه والتعامل معها. اول حاجه انا بناشد معالي الوزير، سياده الفريق كامل الوزير، ينظر بعين العطف على طريق سيوة، لان الاسبوع اللي فات حوادث ثانيه حصلت، الطريق القديم بيتم رفع كفاءته. بس محتاجين الموضوع ده يتم بمعدل تنفيذ اعلى شويه. بيتم عمل طريق جديد على احدث النظم الهندسيه. يعني طريق بيتعمل بالخرسانات، والطريق ده اتفتح منه مسافه حوالي 50 كيلو تقريبا، بيمكن للعربيات دلوقتي انها تمشي عليها. واحد سيوة فيها كنز الملح، فالعربيات النقل التقيل، الطريق القديم ما كانش معد لهذه الحمولات التقيلة، فطبعا اتأثر وتخرب. الدولة واخدها قطاع بترفع كفاءته، في نفس الوقت ماشيين بالطريق الجديد، وده طوله 300 كيلو، تكلفة عالية جدا. ولكن احنا لو رممنا الطريق القديم بمعدل أسرع شوية من الشركات،
هنتفادى كتير من الحوادث. النهارده اي حد بيوصل لحد مرسى مطروح الطريق خلاص ما عادش فيه اي مشاكل، كل الخدمات موجوده، ست حارات في كل اتجاه، طرق للخدمات بحيث النقل ما بيخشش يزاحم عربيات الملاك ولا عربيات السياحه، فبقى السيفتي عالي جدا في الطرق دي. النهارده فاضل بس الطريق بتاع سيوه نهتم، وبعديها هنطمح ان يكون حلم تشغيل مطار سيوة انه يبتدي ان شاء الله. طيب استاذ محمد هنستكمل كلامنا، لكن بعد ما نروح دلوقتي لاستاذ خالد طه الخبير الفندقي ومدير احد الفنادق بالعالمين الجديده. استاذ خالد اهلا بحضرتك معانا في المجله السياحيه، ويعني يمكن الموضوع الاساسي اللي بنتكلم عنه مشروعات سياحيه ضخمه في منطقه الساحل الشمالي تم الاعلان عنها في الفترة الأخيرة، رأس الحكمة، ومن أيام قليلة ساوث ميد بالتعاون مع مستثمر مصري. أهمية هذه المشروعات في تنمية الساحل الشمالي سياحيا بشكل عام ومزيد من الجذب السياحي لهذه المنطقة. صباح الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلى السادة المشاهدين. أهمية الساحل الشمالي، لا الساحل الشمالي عباره عن يعني حاليا دلوقتي بتعتبر جوهره الشواطئ في مصر، بالذات في الفتره الاخيره بعد عمليات التركيز عليها وبعد العلمين وبعد توسعة الطرق، وبقت دلوقتي حاجه ثانيه خالص، وخصوصا في فصل في شهور الصيف. طبعا المشاريع المستدامة الجديدة اللي حصلت من بعد العالمين زي راس الحكمة وهتنقل مصر في حتة تانية خالص بصراحة، يعني لأنه الفكرة نفسها إنه بقى عندنا مشاريع هتخلي المنطقة شغالة 12 شهر في السنة. يعني أستاذ خالد، الحقيقة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن هذا المشروع من أيام قليلة، مشروع بيضاف لمنطقة الساحل الشمالي ساوث ميد، يعني كان الكلام أنه هيضيف عدد كبير من الغرف الفندقية والمنشآت الفندقية اللي تقدر أنها تستوعب عدد كبير من الزائرين. إزاي ده كمان بيساعد في تحقيق الهدف للاستراتيجية الوطنية للسياحة 30 مليون سائح في السنوات القريبة القادمة؟ ويمكن كان التحدي الأول في تحقيق هذا الهدف هو عدد الغرف الفندقية. طبعا هو عدد الغرف الفندقية، احنا طبعا عشان لتحقيق الهدف بتاع 30 مليون سائح 30 مليون دولار لازم طبعا نقلة كبيرة واستثمار كبير في الغرف السياحية. الغرف السياحية دي مش فنادق بس، قد يجوز وحدات جديرة موجودة في بعض المناطق زي الساحل الشمالي بالذات ممكن استثمارها كوحدات فندقية. مش شرط تكون فنادق، لا ممكن تكون وحدات تم بيعها يمكن استغلالها في بعض الشهور. تحدي كبير طبعا، ولكن احنا ممكن نوصل لارقام مختلفه جدا عن الفترات اللي فاتت، او طريقه مختلفه عن التفكير في الاستثمار في الغرف الفندقيه عن الفترات الامريكيه. يعني اكيد طبعا بتضاف لهذه الغرف طبعاً. وفي اضافات اخرى ايضا في هذه المنطقه الحقيقه، الشقق الفندقيه كمان موجوده دلوقتي لاستقبال الزائرين. استاذ خالد طه الخبير الفندقي ومدير احد الفنادق بالعالمين الجديده، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنرجع مره اخيره لضيفنا في الاستوديو استاذ محمد حسن. استاذ محمد، يعني الحقيقه تنميه بتشهدها منطقة الساحل الشمالي بالإعلان عن مشروعات ضخمة في يعني نقاط مختلفة في هذه المنطقة مؤخرا. أخيرا يعني أبرز التحديات أو الملفات اللي علينا نحن يعني نركز عليها في قطاع السياحة لمزيد من التنمية لهذه المنطقة في الفترة القادمة. في رأيي طالما الدولة بدأت العمل بهذا الحجم ودخلوا المستثمرين كمان، أنا بقصد السياحة طبعا، لعمل منشآت جديدة، يكون التركيز على العامل البشري. احنا دلوقتي في مرسى مطروح في كلية سياحة وفنادق، وأنا استضفت مؤتمر السنة اللي فاتت لكليات السياحة والفنادق والمعاهد على مستوى مصر تقريبا.
ان الدولة مش عارف دي وزارة التعليم العالي ولا صلاحية مين يبتدي تقديم منح للطلاب في مرسى مطروح وفي سيوة في كلية السياحة والفنادق لتأهيل كوادر تكون قادرة على انها تقوم بالعمل اللي هيبتدي. احنا بنعمل تنمية في مكان بنعملها لصالح اهل كمان المكان، اذا ما كانتش الناس هتستفاد من كل التنمية دي مش معقولة، ما حدش هيبقى قاعد مرتاح ولا مبسوط. فالنهاردة عشان يستفادوا نهتم النهاردة بالتعليم. ليه؟ النهاردة المشكلة بتاعت الفنادق ودي مشكلة ازلية، منشأة جديدة بتفتح ما عندهاش عمالة بتاخد العمالة بتاعت المنشأة اللي قبليها، دي سياسة مزيد من العنصر البشري المؤهل طبعا. لازم لازم احنا عندنا المعاهد وعندنا في اسكندرية، بس دلوقتي بقى في مطروح نستفاد النهاردة. انا النهاردة ببقى سعيدة ما بشوف مرسى مطروح الاولاد اللي هم اهل ابتدوا يشتغلوا في المنشآت السياحية. صحيح. حتى وان كانت منشآت شعبية هدف مهم جدا، ولكن من بيشتغلوا التنمية السياحية النهاردة بتعمل تنمية حضرية لازم الناس تلمسها بشكل عام وتنمية مجتمعية. استاذ محمد حسن عضو غرفة المنشآت الفندقية بمطروح والاسكندرية وعضو جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. بشكر حضرتك وبشكر السادة المشاهدين. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام نشكركم أيضا على المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء والمجلة السياحية.